دكتور الرياضة والصحة. الرياضة لها فوائد غير الصحة كمان. أن الرياضة كمان بعد انتهاء تدريب أي نوع، أسهلهم المشي اللي مش عاوز معدات ولا عاوز نوادي ولا حاجة. كمثال يعني الدش، الجسم بيفرز هرمونات السعادة اسم هرمونات خليك أكثر تفاؤلا وأكثر بشاشة وأكثر تقبلا للحياة وكده، ودي مهمة جدا. وكمان بقى بتخلي الواحد إيه يعني يفصل عن مشاكل اليوم، فهي شيء طيب غير إن هي الصحة والرشاقة والأمور الأخرى. والمهم في الرياضة الممارسة على قاعدة كبيرة جدا، بمعنى أما البطولة فاللي موهوب يبان، لكن المهم الممارسة. الممارسة للشباب والأطفال والبنات، والحقيقة الأستاذ ده بيوفر ده الحقيقة. بنات بتيجي، عيال صغيرة بتيجي ولا بتاع يجروا، واللي بينطوا واللي بيعوم واللي بتاع ممارسة. بس من مشاكل الصحة في مصر زيادة الوزن عند المصريين. هذا صحيح، بس له سبب اقتصادي. أرخص أنواع المكونات الغذائية هي الكربوهيدرات. فبيزداد استهلاك الكربوهيدرات واغلاها البروتينات، فعشان كده بيبقى الواحد يعني ياكل عيش كتير، مكرونه، رز دول ارخص مكونات هي الكربوهيدرات الكربوهيدريه والنشويات. فده سبب ده طبعا عدم شكل عدم الرياضه، مش جزء لا يتجزا من الثقافه الممارسه، يعني ابتدى يتحسن مش جزء من الثقافه. فابسط انواع الرياضه يعني زمان في ايام الشباب ممارسه الرياضه اكثر عمقا من الجديد. عمق كبير بنلعب تنس. انت كنت غطاس؟ لا مش هقول لحد غطاس، ده كله قصه ثانيه. نلعب كوره، كان في فرقه كوره المركز يعني، كان في. وبعدين كنت تلعب كره قدم؟ هو في المركز كفرقه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا الحقيقه وانا في القاهره كنت ترسناوي. وانت في القاهره كنت ترسناوي؟ اشمعنى؟ كانت ترسانه فرقه متعه للناظرين، ده ايام مصطفى رياض وحسن الشاذلي والكابتن الشيوي. وبعدين جه عليهم مدرب كويس من المجر. كان بيقدموا عروض جميله تتفرج على حاجه حلوه. يعني حاجه حلوه تنافسيه وبتاع في نادي محدود الامكانيات. الواحد بيحب يساعد كده اللي هو لما جيت هنا كنت بشجع المنصوره. لغايه لما وقعت الانديه الشعبيه وقعت دون امل في خيامها تاني.